اللي واصل ان الوزاره من اقرت هذه العلاوه في عام 2012 وهي تحاول التخلص منها باي طريقه. هذه هو الواقع من خلال تصاريح الوزاره بين فتره واخرى. قبل لا اعلق على الاجابه مالت الوزير، انا بذكر من التصريح ماله مال 2015. في تصريحه في 2015 قال ليش احنا بنمشي ذي العلاوه؟ قال بهدف تحفيز منتسبي المدارس الإعدادية والثانوية على التعامل بإيجابية مع زيادة الزمن المقرر للتعلم. وهني أنا أسأل سعادة الوزير، هل ألغيت تمديد الدوام المدرسي؟ أنت ما ألغيته، إذن أنت ما تبي تحفز المعلمين للعمل في تمديد الدوام المدرسي. أي الآن حق الإجابة، واللي صراحة يعني المعلم لو يقرأ دي الإجابة راح يحبط، أنا أكون معاكم صريح، لأن أسباب إيقافه كما ذكر الوزير هي الجائحة، والمعلم بتصاريح الوزير يشيد فيه في الجائحة واللي قام فيه خلال هذه السنة ووقف حق من حقوقه. هل ذي تشوفونه صحيح؟ أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح. بناء على هذه اللائحة فالمعلمين يستحقون مكافأة تمديد الدوام المدرسي. فلي الآن أي وزير قال أنا ما أحتاج يتعذر أنه ما عندي ميزانية. مو بشيء جديد أنت بتضيفه، ما بتدفع شيء جديد للمعلمين حتى تتعذر بالميزانية العامة للدولة. قال الوزير طبعا نظرا للظروف الاستثنائية، الظروف الاستثنائية اللي على الوزارة هي ذات الظروف الاستثنائية أيضا على المعلم، مثل ما تبي أنت أن أنت يعني يراعونك أيضا راعي المعلمين. المعلم من أهم الناس اللي اليوم يجب أن يدعمون، هم من الصفوف الأمامية. الحكومة ما قصرت، الصفوف الأمامية مشوا لهم مبالغ، احنا نقول حق لهم مشوه، وخذلنا سنة قدمنا اقتراح برغبة وتدرجنا في الأدوات وتكلمنا، ولكن مع الأسف ما في أحد يسمع. السبب اللي أنا أقول أنه غريب حقيقة، يقول الوزير في إجابته أن واحد من الأسباب لإيقاف هذه العلاوة هو إيقاف نظام البصمة التزام. ايش دخل موضوع يعني المعلم داوم هذا في البيت أو داوم في المدرسة؟ ما له علاقة. ويقول نتحول إلى التوقيع المعتمد من جهاز الخدمة المدنية اللي هو التوقيع الورقي. أوكي وقع ورقيا بس تمشي له، يعني شو المشكلة؟ يعني ما في مشكلة في الموضوع. وقال هني نقطة غريبة، لا تنطبق على جميع المعلمين، اللي هي بالنسبة للمكافأة ذي لا تنطبق على جميع المعلمين والمعلمات. على جميع يعني في فئة تنطبق عليهم، زين ليش ما مشيت لهم اللي ينطبق عليهم على الأقل؟ لذلك أنا أقول إن الكلام شيء والواقع شيء آخر. لو انت حريص فعلا في ناس ما ينطبق عليه. وانا سؤالي فقط، هل الوزير راعى المعلم في انه في البيت فعطاه جهاز كمبيوتر في البيت حتى يدرس الطلبة، ولا كان على حساب الخاص؟ اكيد كان على حساب الخاص. هل الانترنت في البيت الوزارة دفعته حق المعلم؟ ما دفعته حق المعلم، كان على حساب الخاص. هل الكهرباء دفعت الوزارة؟ ما دفعت الوزارة، كان على حساب الخاص. هل يكافئ المعلم بانه انا اوقف مكافاته الحين سنه كامله؟ واقتراحات برغبه قدمنا وناشدنا في الجرايد، والان سؤال واجابه السؤال، ازيدكم الوزاره اصلا اخذت تمديد اسبوع ما له داعي، نفس الاجابه اللي جاوبوها على الاقتراح برغبه ترى نفس طبعوها وطرشوها لنا.